أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ساعة في الاقتصاد. تحافظ المملكة على تصنيفها الائتماني وفقا لمؤسسة ستاندرد أند بوز مع نظرة مستقبلية مستقرة وموازنة قوية حتى العام 2019. لمناقشة العوامل والمعطيات الاقتصادية التي تجعل من المملكة قادرة على المحافظة على تصنيف الائتماني العالمي لها، أرحب بضيوفي في الاستوديو في هذا اللقاء، الأستاذ سليمان عساف المستشار الاقتصادي، أهلا بك معنا أستاذ سليمان. أهلا وسهلا بك. أيضا الأستاذ عبد الله الفوزان مستشار استثمار وتمويل، أهلا بك معنا. وينضم إلينا من الدمام أيضا الأستاذ فضل المعينين الكاتب الاقتصادي، أهلا بك معنا أستاذ فضل. إذا في البداية مشاهدينا الكرام ننتقل لمتابعة التقرير التالي ثم نستهل حوارنا مع ضيوفنا. حافظت المملكة على تصنيفها الائتماني وفقا لمؤسسة ستاندرد أند بوز مع نظرة مستقبلية مستقرة وموازنة قوية حتى العام 2019. وتوافق الانطباع العالمي عن المملكة مع توقعات صندوق النقد الدولي في فرص نمو الاقتصاد لما يزيد عن 2% بدعم من تسجيل النفط لسعر 50 دولارا للبرميل. الاهتمام العالمي بخطوات المملكة في ترشيد الإنفاق لخصه تقرير ماكنزي للاستشارات الذي وصف سياستها الإصلاحية بالمسار المستدام الذي يمكن من مضاعفة الناتج المحلي بحلول 2030. ويقابل الاهتمام الدولي بالإصلاحات اهتمام مماثل لصندوق المملكة السيادي الذي عرفته الديلي ميل البريطانية بقدرته على تربع 10 استثمارات العالمية. وأجمعت المؤسسات المالية العالمية على الخيارات الواسعة للمملكة في جاذبية سنداتها وعوائد أرامكو المجزية ومداخيل الصندوق السيادي المتوقعة لدعم تطبيق برنامج التحول لعام 2020. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، أرحب بضيوفي مرة جديدة. أستاذ سليمان استهل الحوار معك، يعني من خلال التقرير تابعنا بأن عدة مؤسسات مالية أعطت تقارير إيجابية أو أثرت تقارير إيجابية على الاقتصاد السعودي، ما هي أبرز المعطيات أو العوامل التي تجعل من الاقتصاد السعودي يحافظ على تصنيفه؟ حافظت المملكة على بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية حسب ما ورد من ستاندرد أند بوز، وهي طبعا شركة تصنيف استثماري عالمي ائتماني عالمي موثوقة موجودة من زمن، السعودية تتميز بعدة مزايا. أولا لديها احتياطي نقدي كبير جدا، هي تقريبا ثاني دولة في العالم من ناحية حجم الاحتياطي. المملكة العربية السعودية الآن بدأت برنامج إصلاح اقتصادي كبير جدا من ناحية تقليل المصروفات، من ناحية تنويع مصادر الدخل، من ناحية تحريك القطاع الخاص ودفعه للقيام بدوره الواجب عليه وأن يكون هو المحرك الأساسي. كذلك هناك احتياطيات نفطية ضخمة جدا في المملكة العربية السعودية تتجاوز 250 مليار برميل. المملكة العربية السعودية كذلك قدرتها على تنويع اقتصادها بعدة وسائل. الاقتصاد السعودي اقتصاد بكر، لا زال اقتصاد ريعي يعتمد على شيء واحد اللي هو النفط. الآن بدأت الدولة الخطوات من أجل أن تنوع مصادر الدخل، من أجل إشراك القطاع الخاص. فكل هذه الأمور والعوامل تعتبر عوامل مساعدة من أجل إعطاء نظرة إيجابية للنظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي مع نظرة مستقبلية مستقرة. نعم أستاذ عبد الله، يعني خاصة فيما يخص التصنيف الائتماني، من وجهة نظرك ما الذي تعتمد عليه هذه المؤسسات للتصنيف الائتماني لتصر وتبقي على تصنيفها الائتماني المستقر للاقتصاد السعودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل الخوض في هذه النقطة، يعني أحب أني فقط أوضح للأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على على أن البعض يسمع تصنيف المملكة ارتفع انخفض أو الجهة ولا يعلم ما أبعاد أو ما خلف هذه التصنيفات. بلا شك أن التصنيفات أو التقييم هي تعتبر تقييم للجدارة الائتمانية أو الملاءة المالية لأي شخص أو لأي جهة، وتوضح مدى قدرتها في إصدار سندات أو قدرتها على سداد ديونها، وبالتالي هذا ينعكس
سلبا أو إيجابا حسب درجة التصنيف على سعر الفائدة التي ممكن أن تدفعه لمشتري السندات. نعم. وبالتالي كلما انخفض التصنيف الائتماني لأي دولة أصبح أن إقبال المؤسسات المالية أو الشركات أو المستثمرين لشراء سنداتها أمرا محفوفا بالمخاطر ورهانا خطرا. وبالتالي نجد أن تلك المؤسسات طبعا في العالم تقريبا عدد كبير جدا من شركات أو مؤسسات التصنيف الائتماني، ولكن قد يكون ستاندر أند بورد وفيتش وموديز هي التي تسيطر على ما يربو على ما يقارب 70% من تصنيفات الدول حول العالم. نعم. تلك الجهات لديها عدد كبير من المعايير لاستخدامها في وتستخدمها في 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 أو تستخدم كثير من الأدوات للوصول إلى تصنيف ائتماني ملائم لكل دولة. طبعا يجب أن نعرف أن هناك عدد كبير أو عدد أو كبير جدا من أنواع التصنيفات، ولكن أحب أن نركز على تصنيفين قد يكون مهمين، وهو تصنيف مطلوب وتصنيف غير مطلوب. نعم. تقوم أحيانا بعض الجهات بإصدار تصنيف لم يطلب منها بإصدار تصنيف، وبالتالي وأعتقد أن هذا حدث في بداية العام الحالي عندما أصدرت نفس ستاندر بورد تصنيف ائتماني غير جيد للمملكة، وكان ردة فعل وزارة المالية عنيفة جدا، وصفته بأنه تقرير لم يطلب منها إصدار التقرير، وأن التقرير هذا استند بني على كانت ردة فعل سريعة من وبني على عوامل مؤقتة وليست مستدامة. وطبعا هو حتى تصل إلى 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 كثير من المهنية في إصدار تقريرها يفترض أن تقوم الجهات المعنية سواء في السعودية أو في أي دولة أخرى بدعوة تلك المؤسسات المالية وأعطاهم الأرقام والتصنيفات والتوجهات، بحيث يكون الإنسان عدو مهجل، أي جهة يمكن أن تصنف بناء على الحد الأدنى من المعلومات. نعم. طبعا أنا في نقطة جوهرية حتى يكون الإنسان أيضا نعلم أن تلك الجهات الثلاث أعطت تصنيفا امتياز لصكوك والرهون العقاري في أمريكا عام 2007، ولكن اكتشفنا أنها لا تساوي شيئا، وبالتالي حدثت أكبر أزمة مالية في العقود الماضية رغم أن التصنيف كان ممتازا. نعم. لهذا يجب التعامل مع هذه التصانيف بحذر. نعم. يجب أن استخدامها بطريقة جيدة، يجب الاستفادة وتدفق المعلومات من الجهات في المملكة إلى تلك التصنيفات يكون أيضا. نعم. جيد. أستاذ فضل البوعين أرحب بك معنا مجددا، تنضم إلينا من الدمام. يعني فيما يخص التصنيف الائتماني من ستاندرد أند بورز وأحيانا المعايير أو المعطيات التي تعتمد عليها هذه المؤسسات لإعطاء أو يعني لإعطاء تصنيف ائتماني معين لدولة ما، قد تختلف بين شركة وأخرى، كيف تقرؤون التصنيف الائتماني الذي يعني صدر مؤخرا؟ دعيني أولا أشير إلى ما يتعلق بشركات التصنيف الائتماني. نعم. وهذه الشركات في الغالب يفترض أن تكون شركات مهنية ذات تاريخ معروف في قطاع التصنيف، وبالتالي يفترض أن ينظر إلى هذه الشركات من مصداقية دقيقة في معلوماتها التي تصدر عنها وتقاريرها بشكل عام. ولكن دعيني أقول أنني أتحفظ حقيقة، برغم إيجابية التقرير عن المملكة العربية السعودية، ولكني أتحفظ على مخرجات مثل هذه الشركات. وإذا ما ربطت هذا التحفظ بما صدر من شركات التصنيف في الولايات المتحدة الأمريكية قبيل أزمة العام 2008 وإعطائها تصنيفات مرتفعة لشركات خرجت من السوق وكانت سببا من أسباب الأزمة المالية العالمية، بالتالي ينبغي أن نحذر من هذه التصنيفات. ولكن هل يعني هذا أن نبتعد أو لا نتعامل مع هذه الشركات؟ الأكيد لا، ولكن طالما أن لهذه الشركات مصداقية وتأثير على الأسواق العالمية، فبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى إدارة حسن إدارة التعامل مع هذه الشركات بما يساعد على تجنيب المملكة مخاطر مرتفعة في حال لا قدر الله تشكيكها في وضعها المالي، أو حتى أن تكون ردة فعلنا متوازنة من أي
تقارير تصدر منها إيجابية على المملكة. وبالتالي دائما ما أقول أن من يصنف المملكة حقيقة في وضعها المالي هي الإدارات والوزارات المعنية بالجانب المالي، وبالتالي يجب أن نعتمد اعتمادا كليا على تقاريرنا الداخلية فيما يتعلق بوضع المملكة المالي، وأن نعتمد على هذه الشركات، شركات التصنيف العالمية فيما يرتبط بالأسواق المالية العالمية. من الطبيعي أننا نحتاج إلى هذه التصنيفات عندما تحتاج المملكة إلى طرح سندات أو إلى استدانة، أو شركاتنا المحلية أيضا الاستدانة الخارجية، وبالتالي هذا التصنيف سيكون مؤثرا. باختصار شديد، كل ما أتمنى أن نحسن إدارة التعامل مع هذه الشركات من جانب، وأن لا نغفل تقاريرنا الداخلية التي تبين لنا بدقة وضعنا المالي. هذا من جانب. أأتي إلى سؤالك الأول فيما يتعلق بهذا التقرير، ونعتقد أن التقرير إيجابي ومستحق للمملكة العربية السعودية لجوانب مختلفة. كانت هناك تقارير للأسف تنتقص من قدرة المملكة المالية وملاءتها وقدرتها على الالتزام. بداية العام 2016 وزارة المالية كان لها تصريح فيما يتعلق بمثل هذه التقارير التي لم تكن دقيقة، وكنا ننظر إليها على أنها تقارير مشبوهة. وزارة المالية كانت تقول أن وضع المملكة ما زال مستقرا وقويا وستثبت الأيام صحة ذلك. اليوم نحن في نهاية العام 2016، أثبتت هذه التقارير بعد نظر وزارة المالية واستقرار المملكة المالي. هناك أيضا تصنيف جديد صدر ربما ليلة البارحة فيما يتعلق بالصناديق السيادية. احتل صندوق المملكة السيادي المرتبة الرابعة، وبالتالي ضمن العشرين الأكبر. أيضا احتل صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق سيادي أيضا مرتبة متقدمة في القطاع الآخر، وبالتالي لدينا صندوقان الآن في قائمة الصناديق السيادية الأكبر العشرين في العالم. هذا يؤكد على أن الاستقرار المالي موجود في المملكة، على أن المملكة لا تعاني من أي مشكلة في ملاءتها المالية. وإن ظهرت بعض المشكلات المرتبطة بالتدفقات النقدية، إلا أنني ما زلت أعتقد أننا في وضع قوي ومتين، وبالتالي نحن نستحق أعلى من التصنيف الذي صدر مؤخرا. ولكن نقول أن هذا التصنيف على الأقل ينصف المملكة، خاصة ما يتعلق بالمعلومات المغلوطة التي صدرت والتقارير التي صدرت بداية العام 2016. نعم، شكرا لك أستاذ فاضل. تفضل أستاذ سليمان، تعليقك على ما تمت الإشارة إليه، خاصة بالتعامل بحسن إدارة التعامل مع التقارير التي تصدر من هذه الجهات المعنية الائتمانية. طبعا أنا أتفق مع أخي وزميلي الأستاذ فاضل فيما قال، ولكن هناك نقطة مهمة. طبعا التقارير المالية الآن أو الوكالات العالمية زي ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش، هم يصدرون تقاريرهم بناء على طلب الجهة التي ستصدر سندات. طبعا هناك لدينا جهتين، المستثمرين والمقترضين. المستثمر يريد أن يحصل على معلومة من عن المقترض، عن وضعه المالي، عن مدى ملاءته، عن الأوتلوك اللي هو النظرة المستقبلية، يريد أن ينظر عن البوليتيكال، المخاطر السياسية والمخاطر الجيوسياسية، يريد أن يعرف وضعا عاما كاملا عن ملاءة وقدرة هذه الجهة التي ستصدر السندات. وهناك الآن هيئة البورصة والأوراق المالية الأمريكية اعتمدت الثلاث جهات كلهم من تقريبا حوالي 40 سنة اعتمدتهم كجهة محايدة لإصدار هذه التقارير. أنا كطرف مقترض لا أستطيع أن أصدر بيانات عن نفسي لهم، لو أصدرت لهم سينظرون أحابي نفسي من أجل الحصول على القرض. فالطرفين يعتمدون، نحن مجبرين على التعامل مع هذه الوكالات بغض النظر رغبنا أو لم نرغب. ما دام هناك رغبة في إصدار سندات فأنت مضطر أنك تعتمد على تقاريرهم من أجل حتى يحصل الطرف الآخر المستثمر. كلما كان التقرير الموجود إيجابياً كلما قلت الفائدة وقلت التكلفة على المقترض. لذلك أنا أرى أنه هذا اللي صدر عن ستاندرد أند بورز
في تصنيفها للسعودية تصنيف إيجابي، ونأمل إن شاء الله أنه في المستقبل القريب تكون مستقرة، وفي المستقبل البعيد تكون هناك تحسن لهذه النظرة حتى ترتفع قليلا عما هي عليه الآن. نعم أستاذ عبدالله، أشار أستاذ فضل إلى أهمية الاستقرار المالي للمملكة وتأكيد وزارة المالية دائما وتكرارا على أن الوضع المالي في المملكة مستقر بكل النواحي المالية. ما المقصود يعني بوضع مالي مستقر؟ ما الذي تعتمد عليه وزارة المالية، أو ما المعطيات التي تجعل من الوضع المالي في المملكة مستقر للمدى البعيد؟ بلا شك أن الوضع المالي في المملكة يرتبط بقدرة وزارة المالية كجهة تدير الخزانة الدولة، أو كجهة تدير موارد الدولة، هي قدرتها في الحصول على السيولة وضخها في الاقتصاد في أوقات قياسية. نعم. ومن ذلك توافر احتياطيات ضخمة لديها، توافر كما ذكر زميلي توافر سيولة تعتبر ثاني أكبر سيولة أو نقدية موجودة على من بين دول العالم. نعم. قدرتها في سن تشريعات وأنظمة وفرض رسوم في أوقات قياسية وبطريقة تصل فيها إلى بدون اي حدوث خلل في الانفاق الحكومي. بالتالي نجد ان الكثير من الدول تعاني من اشكاليات تتعلق بقدره الحكومات او في توفير الاموال الكافيه والنقديه الكافيه لضخها في الاقتصاد سواء. نعم. لكن المملكه لديها القدره الكبيره سواء في اصدار سندات والحصول على السيوله، لديها القدره الكبيره في سن تشريعات ولوائح وحصول على ما يعرف بالرسوم والضرائب، لديها قدره كبيره في اداره نقديه ضخمه واستثمارات ضخمه في الخارج. نعم. وبالتالي نجد انها ما زالت واعتقد الى 5 أو 6 سنوات قادمه في الظروف الحاليه انها في مأمن كبير جدا من اي اختلال هيكلي في النقديه الداخله والخارجه في موازنه الدوله. وبالتالي انا في وجهه نظري في قبل ان نخرج بموضوع التصنيف بان الحصول على تصنيف ممتاز استنادا على اكتناز سيوله واكتناز اموال واكتناز استثمارات خارجيه، لا اعتقد انه باهميه، او اعتقد انه ليس بجيد مقارنه بتصنيف اقل وضخ سيوله في الاقتصاد وتحفيز الاقتصاد وتحريك الدوره الاقتصاديه في البلد ومن خلال مشاريع. وبالتالي يجب ان لا يكون بالنسبه لنا الحصول على تصنيف اعلى انه مطلب رئيسي، يجب ان نوازن. نعم. بين الامور. صحيح في سيكون اقل كلفه بالنسبه لاصدار السندات وقيمتها، لكن الامور يجب ان يكون بشكل موازن. كان نعلم بان الحصول على تصنيف انه يرتبط بقدرتك والديناميكيه التي تعمل بها مع الجهه المصدره التصنيف وتدفق المعلومات منك واليها. نعم. وبالتالي ولاحظنا في سنوات سابقه ان الجامعات السعوديه لم يكن لديها تصنيف في الخارج، وعندما قامت في السنوات الاخيره بالتواصل مع الجهات التي تصدر التصنيفات، نجد ان غالبيه جامعاتنا ظهرت فجاه داخل الجامعات ال500 وال1000 الاقوى في العالم. أستاذ فضل، أعود إليك في مسألة التصنيف الائتماني، وأن كنا يعني يجب أن نتعامل مع هذه المؤسسات بحذر كما أشرت قبل قليل، كيف تنعكس هذه التصنيفات على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؟ دعيني أولا أعود إلى ما أشار به أحد الأخوة فيما يتعلق بأن هذه الشركات هي شركات مستقلة. الحقيقة هذه الشركات ليست مستقلة، وإن بدت في ظاهرها مستقلة، بل أن أكثر الانتقادات التي توجه لهذه الشركات من أوروبا اليوم ومن بعض الدول الأخرى أن هذه الشركات لا تستطيع أن تفصل بين المالي والاقتصادي من جهة وبين السياسي من جهة، وبالتالي نجد أن كثير من أو دعيني أقول بعض التقارير التي تصدر من هذه الشركات في الأوضاع السياسية غير المنضبطة لا تخلو من انعكاساتها عليها. وأقرب مثال التقرير الأخير الذي صدر ضد تركيا وكيف ساهمت هذه شركات التصنيف في خفض التصنيف الائتماني، كيف أيضا استخدمت هذه الشركات لخفض تصنيف ائتماني لبعض الدول الأوروبية المستهدفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كيف أيضا استغلت إحدى الشركات التي تم إنهاء عقد
عقدها مع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بإصدار أيضا تقرير لم يكن جيدا عن المملكة العربية السعودية، وبالتالي أقول وأجزم أن استقلالية هذه الشركات ما هو إلا شعار يستخدم بالمطلق، والحقيقة أن ليس لها أي علاقة البتة بالاستقلالية التي نتحدث عنها أو حتى بالنزاهة، وإن كنا ملزمين بالتعامل معها. الجانب الآخر، فصلت في بداية كلامي بين تقييم وضعنا المالي من خلال مؤسساتنا المالية لمعرفة وضعنا الحقيقي، والفصل بين أيضا الاعتماد على هذه التقارير التي نحتاجها للتعامل مع الأسواق العالمية. وبالتالي نحن ملزمين بحسن إدارة العلاقة مع شركات التصنيف عالميا لتوثيق علاقاتنا بالأسواق المالية العالمية. المملكة اليوم بصدد إصدار بعض السندات بالدولار الأمريكي وستطرحها في الأسواق العالمية، وبالتالي هي في أمس الحاجة للحصول على مثل هذه التقارير الإيجابية التي تدعم التسعير عند طرح هذه السندات وبالتالي زيادة الطلب عليها. ولكن ما أعني باختصار شديد أنه يجب أن لا تكون هذه التقارير هي المعيار الذي نحكم من خلاله على أنفسنا، فنحن أكثر الناس معرفة بمقدرتنا المالية والحكم عليها. أعود إلى سؤالك الثاني فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات. في الغالب ترتبط الاستثمارات بالاقتصادات الآمنة التي توفر بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتقدمة توفر أيضا الأمن لهذه الاستثمارات. المملكة العربية السعودية شهدت خلال الأشهر الماضية تدفق الاستثمارات ارتفعت بنسبة 12%. ما زالت السوق السعودية هي السوق الأفضل للمستثمرين الأجانب وتدفق الاستثمارات الأجنبية. أرامكو السعودية والشركات السعودية اليوم تعقد شراكات كبرى مع شركات عالمية تفوق استثماراتها 70 مليار ريال، وبالتالي مجمل هذه الشراكات مع شركات أيضا السعودية الأخرى. كل هذا يشير ويؤكد إلى أن المملكة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وإن كانت هذه التصنيفات تدعمها من جانبين. الجانب الأول أن جزء من المعايير التي تقوم عليها هذه التصنيفات هو الاستقرار السياسي والأمني، وبالتالي هذا جزء من التصنيف أيضا. الجانب الآخر أيضا أن هذه الشركات عندما هذه الاستثمارات عندما تبحث عن هذه الدول فهي تبحث أيضا عن الدول التي تمكنها من الحصول على قروض داخلية أو خارجية، وبالتالي أيضا تصنيف الدولة يؤثر بشكل مباشر على تصنيف الشركات وقطاع الأعمال. فهذه الاستثمارات أيضا تحتاج دائما إلى أن يكون التصنيف مرتفعا أو جيدا على الأقل في مثل هذه الشركات. أشرت أيضا إلى نقطة مهمة أختم فيها فيما يتعلق بالاستقرار المالي. نعم. أشرت أنا في البداية ما يتعلق بصندوقين سياديين، الأول صندوق الذي تديره مؤسسة النقد العربي السعودي، والثاني صندوق الاستثمارات العامة. مجمل هذه الأصول اليوم 2.8 تريليون ريال سعودي، فلك أن تتصوري أي استقرار مالي نتحدث عنه في مثل هذه الضخامة. أضيف إلى ذلك أن لدينا أيضا استقرار نقدي، وهذا غاية في الأهمية لربط الريال بالدولار. عندنا استقرار نقدي يفوق حاجة المحافظة على قيمة الريال، وبالتالي الاستثمارات الأجنبية عندما تتدفق إلى السعودية فهي تبحث أيضا عن استقرار نقدي بما لا يؤثر عليها سلبا في تغير العملة، وبالتالي حتى وإن حققت ربحية قد تخسر في جانب تغيير العملة وتحويل أرباحها. إذن الجانبان من فضل الله سبحانه وتعالى، الجانب الأول الاستقرار المالي، أثبتت اليوم الملاءة التي أشرت إليها قدرة المملكة واستقرارها المالي. الاستقرار النقدي تثبت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قادرة على حفظ سعر الريال وتغطيته بما يفوق الحاجة من ليس من الدولار فحسب، ولكن من عملات أخرى وأيضا الاحتياطيات من الذهب.
طيب ممتاز أستاذ سليمان، يعني عطفا على كل هذه النقاط التي تم ذكرها حتى الآن، أيضا صندوق النقد الدولي توقع بأن يزيد معدل نمو الاقتصادي في المملكة عن 2%، وربط هذا المعدل معدل نمو بعودة أسعار النفط إلى $50 وما فوق. أيضا إلى أي مدى ما زلنا الآن نحقق معدل نمو إلى حد بعيد مرتفع؟ هل هذا ارتباطا أيضا بسعر النفط أم نتيجة لعوامل الاستقرار المالي والنقدي في المملكة؟ طبعا بالنسبة لعملية النمو المتوقعة في 2016 هي 1.2، 2017 يتوقع أن تكون 2%. نعم. عملية لا زال الاقتصاد السعودي مرتبط بشكل أساسي بأسعار النفط. نعم. أسعار النفط الآن حوالي $50، متوقع أن يكون هناك اتفاق عملي على تحديد النسب والكميات الإنتاج، هذا والآن فصل الشتاء قادم مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إن شاء الله في حدود بسيطة جدا، ولكن يتوقع أنها ترتفع في حدود $5 إلى $7. نعم. عن المعدلات الحالية. الاستقرار المالي والاحتياطيات وجذب الاستثمار والاستقرار، نعم، سواء السياسي أو الأمني أو كل الأمور هذه مرتبطة مع بعض لعملية النمو الحاصل في البلد، وكذلك لعملية جذب الاستثمار وتحسن التصنيفات. كل هذه الأمور مع بعض تساعد على إن شاء الله على تحسن النمو. طبعا المتوقع في السنة الجاية أن يكون حدود 2%، يرتفع في السنوات اللي بعدها طبعا مع استمرار إن شاء الله تطبيق الرؤية، وأن تتم تطبيقها إن شاء الله بشكل إيجابي. نعم. مع تحسن كامل العوامل المحيطة بها. نعم. أستاذ عبدالله، رأيك بهذه النقطة، وما الذي يدعم أيضا معدل النمو الاقتصادي في المملكة؟ هل هو اعتمادنا على النفط أم هذه كل البرامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأ العمل بها؟ بلا شك أن الاعتماد على النفط هو أساسا الذي أخرج الرؤية 2030 والمبادرات التي اكتنفتها، وبالتالي وجود برامج اقتصادية لتحفيز الاقتصاد المحلي هي أكبر الداعم لتحقيق نمو ومعدلات نمو طيبة في أي اقتصاد. طبعا الاقتصاد دائما يجب ان، وهو التوجه الموجود في 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 لدى الدوله، وهو ان يكون حجم النمو وياتي بالغالب الاعم من دعم القطاع الخاص ونمو القطاع الخاص في مختلف الجوانب. طبعا لا يمكن ان يتحقق هذا الشيء الا بدعم المنشآت الصغيره والمتوسطه، والتي هي تشكل في اي اقتصاد في العالم او اقتصاد ناضج في العالم 80% من حجم الاعمال في ذلك الاقتصاد. وبالتالي نجد ان استخدام تلك عوائد النفط وضخها وعائد ضخها في الاقتصاد، أعتقد أنها هي التي ستؤدي إلى معدلات نمو كبيرة، وبالتالي القدرة على خلق وظائف مهمة جدا. نجد أن معيار خلق الوظائف هو المعيار الأبرز والأهم في الولايات المتحدة، وبالتالي يجب أن خلق الوظائف لا يأتي إلا بخلق أعمال وخلق ودعم القطاع الخاص. لذا استخدام عوائد النفط بشكل جيد وإعادة ضخها في الاقتصاد، سواء من خلال تمويل أو من خلال برامج تمويل مهيئة أو من خلال مبادرات اقتصادية مهمة، هي التي حتما ستؤدي إلى معدلات نمو لنسميها معدلات نمو صحية أكثر. أحيانا تأتي في فترة الازدهار معين معدلات نمو، ولكنها ليست نمو مستدامة. نريد معدلات نمو مستدامة بحيث أن يكون لدينا متوالية حسابية تؤدي إلى نمو الاقتصاد في مختلف جوانبه. الذي يعنيني بالدرجة الأولى إلى أن الخطة موجودة والعقول موجودة، والحمد لله أن أسعار النفط جدا ملائمة. نعم. عندما نتحدث في بداية العام كانت تترنح في حدود $30 أو أقل، الآن فوق تجاوزت $50. كل هذه عوامل تساعدنا للوصول إلى أهدافنا بشكل مريح. نعم. ولا شك أن صحيح أن توجهنا بعدم الاعتماد على النفط، ولكن وجود النفط بهذه الأسعار يجعل وصولنا إلى أهدافنا أمرا سريعا ومريحا بإذن الله. نعم. أستاذ فاضل، أنتقل إليك. بالتأكيد لديك يعني تعليق بمسألة معدل النمو، ولكن أيضا أسألك سؤال آخر فيما يتعلق بالموازنة. أيضا التقارير تشير إلى موازنة قوية حتى العام 2019. ما المقصود بموازنة قوية؟ إن كان البعض يتخوف من عجز في الميزانية نتيجة لانخفاض أسعار النفط مرحلة في هذه المرحلة واستمرار ذلك إلى الأعوام القادمة.
حقيقة الذي يدعم النمو في المملكة العربية السعودية هو القطاع النفطي، ولا نستطيع أن نقول غير ذلك. ما زال القطاع النفطي هو المسيطر بشكل أكبر على الاقتصاد، وبالتالي أي ارتفاع، وهو المسيطر على الناتج الإجمالي المحلي، وإن كان هناك مساهمة للقطاع الخاص بلا شك، ولكن المؤثر الأكبر ما زال هو القطاع النفطي. فبالتالي أي ارتفاع لأسعار النفط سيعني أن هناك ارتفاع في الناتج الإجمالي المحلي، وهذا سينعكس بشكل مباشر أيضا على النمو المتوقع. القطاع غير النفطي يساهم مساهمة جيدة حتى الآن في النمو، ولكن يجب أن نعترف أننا في مرحلة إعادة الهيكلة، وإعادة الهيكلة حتى وإن تحققت نسب نمو متدنية فهي مقبولة على أساس أن تكون هي لوح الغطاس الذي ينقلنا إلى نسب نمو أكثر ارتفاعا في السنوات القادمة. ما يتعلق بدعم النمو حتى وإن انخفضت أسعار النفط، أنا أعتقد أن القطاع الخاص يمكن من خلاله تحقيق نوعا من أنواع الدعم لنسب النمو من جانب، إضافة إلى تعويض نقص الإنفاق الحكومي في القطاعات المختلفة، على أساس أن الإنفاق الحكومي هو المحرك للاقتصاد، وبالتالي يجب أن نركز بشكل أكبر على إدارة السيولة. نحن نجد أن في جانب المالية لدينا تضخما في الأرصدة المالية بما يفوق حاجاتنا لأكثر من 4 سنوات إلى 5 سنوات قادمة، ولكن عندما ننظر أيضا إلى التدفقات النقدية في الاقتصاد نجد أن هناك فجوة، هذه الفجوة هي التي تسببت نوعا ما فيما يحدث في الاقتصاد، وهي التي ربما تضغط على نسبة النمو لأسباب مختلفة. وبالتالي كلما نجحنا في إدارة حكيمة للتدفقات النقدية كلما تجاوزنا هذه المرحلة بأقل الخسائر، والعكس صحيح. أيضا الجانب الآخر ما يتعلق بقطاع الأعمال فهو يحتاج دائما إلى التمويل، وكلما كان هناك وفرة في القطاع المصرفي كلما كان التمويل متاحا. مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت تضخ ودائع بشكل منظم للقطاع المصرفي بما يساعد على دعم قطاع الأعمال، لأن قطاع الأعمال هو الذي يفترض أن يكون محركا للاقتصاد. أيضا جانب آخر وهو مهم فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين، كلما كان هناك وضوح وشفافية فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين المؤثرة على قطاع الأعمال كلما كان هناك دعما أكبر لتحقيق النمو من خلال القطاع الخاص. وبالتالي أعلم أننا في مرحلة إعادة الهيكلة، ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هناك ضبابية فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين، بل يجب أن ننتهج نعتمد على النهج الذي بدأنا فيه في إعلان الرؤية في 2030 عندما كانت أكثر شفافية وانفتاحا مع الإعلام العالمي والإعلام المحلي، إضافة إلى إعلان موازنة العام 2016 وكيف كان الحوار المفتوح أيضا مع الوزراء والأسئلة التي جعلت الكل يطلع على خلفيات هذه الموازنة. نحن أيضا في حاجة إلى أن يطبق هذا النهج في كل ما له علاقة بالاقتصاد بشكل عام. ما يتعلق بموازنة قوية، عندما نتحدث عن الموازنة فكلما كانت الموازنة في مرحلة التوازن بين النفقات والإيرادات دون أن يؤثر سلبا على الإنفاق العام كلما كان ذلك متميزا وقويا. نحن نعلم والجميع يعلم أن لدينا عجز في هذا العام والعام الماضي أيضا، ولكن هناك إشارات إلى أن العجز المتوقع سيتقلص بنهاية العام الحالي، هذا يؤكد على أن هناك ضبط للإنفاق وهناك ترشيد للإنفاق وهناك تدقيق أيضا لبعض النفقات العامة التي كانت تصرف في أوجه يفترض أن لا تصرف فيها، وبالتالي إعادة الضبط والترشيد هو الذي سيساعد بشكل أكبر. العام 2017 إذا استمرت أسعار النفط على ما هي عليه في الوقت الحالي فمن المتوقع مع خفض أيضا نسبي للإنفاق العام أن نصل إلى مرحلة قريبة من التوازن، ربما نصلها في العام 2018، ولكني متفائل وفق الرؤية الحالية ووفق الترشيد في الإنفاق العام، إضافة إلى الضبط، أن يكون لدينا موازنة قوية خلال هذه السنوات التي أشار لها التقرير. هناك جانب مهم
أتمنى أن ندقق عليه كثيرا فيما يتعلق بالنفقات العامة. الجانب الأول فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أعتقد أن الحكومة لم حتى الآن لم تصل مرحلة الكفاءة في تحقيق هذا الهدف الذي أعلن عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو الهدف الأسمى الذي أعتقد أنه سيوفر على الحكومة الكثير من الأموال المهدرة، إن كان بإهدارا متعمدا أو كان إهدارا لضعف الكفاءة. الجانب الآخر أيضا أن مسألة الرسوم والأمور المختلفة يجب أن تكون متدرجة بما يساعد على أن يمتصها الاقتصاد بكل سهولة وأن تكون جزء من هذا التكوين. أما التراكمات فيما يتعلق بالرسوم قد يؤثر سلبا على القطاع الخاص الذي أعتقد أنه هو الأساس في عملية تحقيق النمو، بل أنه هو المحور الأساسي في رؤية 2030، وبالتالي يجب أن نعتمد على هذه المتغيرات وأن نديرها الإدارة الكفؤة التي تحقق لنا الأهداف المرجوة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ سليمان، في مسألة ترشيد الإنفاق، إن كنا نعتبر بأن ترشيد الإنفاق سوف يقلص العجز في بين النفقات والدخل، على المدى البعيد سياسة ترشيد الإنفاق كيف ستدعم معدل النمو الاقتصادي وتدعم عودة الحركة أو زيادة حركة العجلة الاقتصادية في البلاد؟ طبعا عملية ترشيد الإنفاق هذا أمر مطلب أساسي، حيث أن الهدر كثير جدا في السعودية الآن. هناك ترشيد سواء في المصروفات، كل مشروع لابد أن من خلال لجان يتم إعادة دراسته وتقييمه. المشاريع الأخرى التي ترسى لابد أن تكون من خلال من خلال مناقصات شفافة وواضحة وعلى أسس بينة. هذه من أجل هيئة إدارة المشاريع الحكومية التي ستعمل. الأمر الآخر، الآن هناك كثير من الخدمات التي الدولة بدأت تفرض عليها رسوم أو رفعت رسوم، هذه تزيد مداخل الدولة ولكن لا تنوع مصادر الدخل. الهدف منها إقلال الهدر. المياه لدينا في السعودية نسبة الهدر فيها مرتفعة. النفط في السعودية أو البنزين لو استمر الآن عليه الاستهلاك المحلي كما هو عليه، الدراسات تشير أنه في 2030 ستستهلك السعودية جميع ما تنتج من النفط، وهذا أمر غير صحيح وغير سليم. كذلك نرى الآن تهريب المنتجات النفطية سواء البنزين أو الديزل. عملية الترشيد تشمل أمور كثيرة، سواء في الفرد أو في العائلة أو في سواء الأسرة أو في المجتمع أو على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص. لابد أن يكون هناك ثقافة الترشيد سائدة في الجميع، أن تكون الدولة تبدأ بها بشكل صارم وعملي وواضح بدون أي محاباة لأي طرف وبشكل متوازن وعادل على الجميع. أستاذ عبد الله، رأيك يعني البعض يتخوف من سياسة ترشيد الإنفاق أو تقليل الإنفاق الحكومي، فرض بعض الرسوم على القطاع الخاص، هذا الأمر والذي قد يقلق البعض، كيف ما هي أهدافه الاقتصادية بعيدة المدى؟ بلا شك أن الترشيد الاقتصادي هو من أبرز الإصلاحات التي يمكن تقوم بها أي حكومة في دعم موازنتها وفي إصلاح خلل تراكم لسنوات طويلة. طبعا يمكن شاهدنا في العشر سنوات الماضية كان هناك حجم إنفاق حكومي هائل جدا صاحبه إلى كثير من الهدر الذي أعتقد أنه فاق الكثير من التقديرات والتصور في وصول إلى أرقام دقيقة له. ولكن بلا شك أن يجب أن تكون الأمور متوازنة تماما، بأن عملية الترشيد وعملية إيقاف الهدر وعملية هذه يجب لا علاقة لها ببرامج الإصلاح وبرامج التحفيز وبرامج دعم الكثير من الأنشطة في المملكة، سواء قطاع السياحة أو قطاع الصناعة أو غير ذلك. وبالتالي الشتان بين الأمرين، بأن يجب أن يكون هناك يعني توضيح دقيق للفرق بين الترشيد الحكومي. في هو يقصد بالترشيد ليس إيقاف، وكلمة الترشيد هو إيقاف
إيقاف ما زاد عن الفائض في 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 عن المعقول، وبالتالي الذي تعرض لكثير من الهدر. لكن الـ الـ بالنسبة للذكر الأخ فضل، بالنسبة للقطاع الخاص هو يعتبر الأقرب إلى الأرض، والذي يعرف تأثير أي قرار يصدره أو أي لوائح ترتبط بعمله، وبالتالي يفترض أن يكون أيضا لديه معرفة كبيرة بتفاصيل اللوائح ومتى تطبق وآليتها وآلية بالتدرج. نعم. لأن بالنهاية هي ربح وخسارة، لديه حسبة خاصة فيه ليحتسب فيها، وبالتالي نعتقد بأنها ستكون أكثر وضوحا في قادم الأيام، لأن من أهداف الرؤية ليست فحسب دعم الاقتصاد والقطاع الخاص المحلي، ولكن لجذب الاستثمارات الخارجية والقدرة على جذب مثل هذه الأموال وتدفقها في كثير من القطاعات حتى بما فيها القطاع السياحي. الكثير، بس أنا ودي أوضح نقطة يمكن غفلنا عنها لما تكلمنا عن التصنيف، وهي دعوة للمستثمرين بأن هيئة السوق المال في السعودية أصدرت في نوفمبر 2014 لائحة لوكالات التصنيف الائتمانية. نعم. وبالتالي فتحت المجال أمام المستثمرين وأمام المهنيين لتأسيس شركات للتصنيف الائتماني، وأعتقد حتى اليوم لم يتم التقدم من أعتقد شركتين أو ثلاث في هذا الموضوع. نعم. وبالتالي هو مجال أيضا رحب للاستثمار لمن أراد، لأن هذا النشاط ما زال متاح للجميع. عودا على موضوعنا، بلا شك الترشيد مطلب كبير، وهو علم بحد ذاته وله أسس يجب أن نسير عليها، ولكن في نفس الوقت تحفيز الاقتصاد. نعم. هو أمر ومطلب كبير لتحريك الدورة الاقتصادية في مختلف النشاطات في المملكة. نعم. أستاذ فضل، سياسة الإنفاق، سياسة ترشيد الإنفاق كيف تتعارض أحيانا مع تحفيز النمو، تحفيز القطاع الخاص، وهل تكون على حساب تحقيق معدل نمو مرتفع؟ أعود أولا إلى ما يتعلق بالهدر المالي. ويجب أن نعترف أولا. نعم. أن الهدر موجود في الإنفاق العام الحكومي. وهو نسبة وتناسب أيضا مرتبطا بحجم الإنفاق، وعندما نركز على أن الإنفاق على أن الهدر خلال العقد الماضي، العشر سنوات الماضية، كان مرتفعا، فذلك لا يعني أن كان هناك تهاونا في هذا الجانب بشكل أكبر، ولكن يعني أن الإنفاق العام خلال العشر سنوات الماضية كان الأعلى على مستوى بتاريخ المملكة، وبالتالي من الطبيعي بالنسبة والتناسب أن يكون الهدر أكبر كلما ارتفع الإنفاق، وأن يكون أقل كلما انخفض. ولكن دعيني أسأل سؤال مباشر، اليوم عندما أصبح هناك ترشيد للإنفاق وخفض أيضا للإنفاق، هل انخفضت نسبة الهدر أم بقيت على ما هي عليه؟ من وجهة نظر خاصة أعتقد أنها بقيت ولم تتغير، وبالتالي نحن نحتاج إلى أن نركز في العوامل التي توقف هذا الهدر، في العوامل التي تعزز النزاهة وتكافح الفساد، وهذا لا يمكن تحقيقه بإصدار قرار، ولكن يجب أن يتحول إلى ثقافة عمل وثقافة إدارة في جميع قطاعات الدولة. قد تكون الرؤية ركزت بشكل أكبر على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والشفافية، ولكن هذه ما زالت رؤية، ومن الذي سينفذ هم الوزارات والإدارات الحكومية التي كانت مسؤولة عن الإنفاق خلال العشر سنوات الماضية، وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع الحكومي بما يساعد على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من جانب، وأيضا تحقيق ترشيد الإنفاق وتحقيق كفاءة الإنفاق الذي كنا نطالب فيه خلال العقد الماضي وما زلنا، وحتى الآن لم نصل إلى كفاءته بالرغم من أن هناك مؤشرات إيجابية، إلا أنني أعتقد أن هذا الترشيد مرتبط بضبط الإنفاق وليس بكفاءة الإنفاق. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا، التصنيف الائتماني المحلي، حقيقة لا أؤمن بأن تكون لدينا شركات تصنيف محلية، فبالكاد شركات العالم اليوم لا يعرف منها إلا ثلاث شركات، فأي من الشركات المحلية التي يمكن أن يعتمد عليها العالم في تصنيف الشركات أو تصنيف دول، ولكني أؤمن
أن يكون لنا دور أكبر في شركات التصنيف، إما من خلال الملكية أو خلال الاستثمار أو نحو ذلك من تعزيز العلاقات المعلوماتية بيننا وبين هذه الشركات. أيضا ما يتعلق بالانعكاسات السلبية على القطاع الخاص، أنا أعتقد أن فجائية القرارات دائما تؤثر سلبا على القطاع الخاص، وبالتالي إذا لم نعمل سويا حكومة وشعب وقطاع خاص وفق الرؤية الاستراتيجية المستقبلية بحيث نتعامل بالقرارات المستقبلية ولا نتعامل بالقرارات الفورية إلا ما كان قرار أزمة، وبالتالي عندما يكون رسم جديد فأتمنى أن يكون مؤجلا وتطبيقه يكون بعد فترة محددة على أساس أن يكون القطاع الخاص مستعدا لمثل هذه القرارات، أو حتى المواطن يكون مستعدا للحصول على هذه القرارات. النقطة الأخيرة إذا سمحتي لي، كي لا تنعكس هذه القرارات أيضا على قطاعات أخرى تؤثر عليها سلبا. أما ترشيد الإنفاق وتحديد النمو في البلد، أنا أعتقد أننا في مرحلة يجب أن نخفض من الإنفاق ويجب أن نرشد من الإنفاق ويجب أن نعمل سويا لتحقيق كفاءة الإنفاق بما يساعد على تحقيق التوازن في الموازنة ونضمن أيضا نموا متوازنا في الاقتصاد ولا نضر بالقطاع الخاص، وهذه معادلة صعبة ولكني أعتقد أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل على هذا الأمر بكفاءة عالية، وأنا أؤمن بأن المخرجات ستكون إيجابية بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. أستاذ سليمان، نقطة أخيرة قد تود أن تطرحها قبل أن نختم. أنا أتمنى أن ينظر لهذه التصانيف من الوكالات العالمية نظرة اهتمام، بغض النظر عن أنه يكون هناك ارتباط سياسي وراء تلك التصانيف أو لا، ولكن العالم يعتمد عليها وتؤثر بشكل مهم جدا. إهمالها مشكلة لابد أن نتعامل معها، ولكن لا نعتمد عليها في أمور حياتنا الاقتصادية الداخلية والخارجية. نعم. أستاذ عبدالله، نقطة أخيرة تذكرها قبل أن نختم. الدخول في معمحة التصنيفات الائتمانية هو يعني يجلب الكثير من الإرباك، ولكن من المهم جدا ألا تكون هي التي تحدد مسارنا في الإنفاق وفي تحفيز الاقتصاد. يجب أن ننظر لها إلى نظرة من خلال تعاطيها مع المعلومات، وبالتالي حتى لو كان تصنيفها أقل فهو يعطي انطباع سواء جيدا أو غير جيد. الهم لدينا أننا نعرف ما لدينا أكثر من غيرنا. نعم. أستاذ فضل، هل لديك نقطة أخيرة تذكرها قبل أن نختم؟ نعم، أؤمن بأهمية التصنيفات العالمية وأهمية أيضا إدارتها الإدارة الكفؤة، وأهمية أيضا أن نعرف قدراتنا المالية والنقدية من الداخل، وأخيرا يجب أن ننظر أيضا لما سيحدث مستقبلا في استثماراتنا الخارجية عندما تحدثنا عنها، فيما لو حصل هناك أي تغير في السياسة الأمريكية المرتبطة بجاستا. لذلك أتمنى حقيقة أن يكون لنا ردة فعل إيجابية تحوطا لحماية أموالنا استثماراتنا في الخارج. إذن الأستاذ فضل البعينين، الكاتب الاقتصادي متابعنا من الدمام، شكرا جزيلا لك. أستاذ سليمان العسف، مستشار اقتصادي، أشكر تواجدك معنا في حلقة اليوم. أيضا الأستاذ عبدالله الفوزان، مستشار استثمار وتمويل، شكرا لتواجدك معنا في الحلقة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا بإذن الله بنفس التوقيت. كونوا دائما على الموعد، وشكرا لحسن متابعتكم.